فقط اللي قبل، الرجوع للخلف بسهولة، توجيه الرجوع للخلف أو التحكم بالاتجاه أثناء الرجوع للخلف، الوقوف بسهولة وأنا ماشي، أوقف يوقف، أرجع يرجع، التوجيه درج بسلاسة، الدوائر اللي شرحناها، اللفات الضيقة اللي يلف لفة على طول بمحله ما ياخذ دورها، لكن اللفة ضيقة مدها الثقيل إذا شرحناه قبل مع مدها الثقيل مع إنه براد ومطر. شوف فكرة المدها الثقيل، ادعى إنك قاعد تعوره أو شيء، دعوة إنك قطع اللي قبل ورجوع للخلف بسهولة، توجيه الرجوع للخلف والتحكم بالاتجاه اثناء الرجوع للخلف، الوقوف بسهولة وانا ماشي، اوقف اوقف، ارجع ارجع، التوجيه درج بسلاسة، الدوائر اللي شرحناها، اللفات الضيقة اللي تخلي نفس لفة عطل محلة ما ياخد دورها، لكن اللفة ضيقة ما تحس تجيب إذا شرحناها قبل ونجح مع من تجيب مع النقرات المطر. فكر المدى الثقيل، ادعى انك قاعد تعور او شيء، ادعى انك تف الحصان بيد اليمين فقط، بدون ما التفت على الحصان بيد اليمين فقط ارجع عنك مره اخرى، تف الحصان بيد اليمين فقط، بدون ما التفت على الحصان بيد اليمين فقط ارجع عنك مره اخرى. عشان كذا في يدي اليمين كيف ترجع لورا مرة أخرى، يدي يمين كيف؟ رجع لورا، شلون كذا؟ يدي اليمين كيف ترجع لورا؟ مرة أخرى، يدي يمين كيف؟ رجع لورا، محصان مدرب خطر السكينة، وقفه ثم حاول ترجع لورا. محصان درب خطر السكينة وقفة ثم حاول ترجع لورا. أنا يدي اليمين تروح عند كتفه الأيمن وأنا أسولف معك وخرت له صار عني يدي اليمين تروح عند كتفه الأيمن وأنا أسولف معك وخرت الصراع. كون قدامك شوي، معني مانع وقف قدامي شوي. لا لا الحصان كم درب زين، لا وقفت قدامي شوي لاحظ، ابى اسوي كذا بجيب له سلاح. الحصان يرجع يعطل من نفسه. عادة الحصان مدرب زين اصلا لما يعني لما اوقف بعيد ورا عنها زيادة عن اللزوم، اصلا من نفسه يلحقني انا مرتخي. ما يقبل اصلا يكون قدامك بس. كون قدامك شوي، معني مانع وقف قدامي شوي. والله فعلا الحصان كم درب زين لاعب وقفت قدام سلاحه ابو سيفي ما تجيب لي سلاح الحصان يرجع يعطو من نفسه عاد الحصان درب زين اصلا لما توقف لما اوقف بعيد ورا عنها زياده عن اللزوم اصلا من نفسه يلحقني انا مرتاح ما يقبل أصلاً يكون قدامه بس